ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم إن شاء الله مزيانة. وفي تمام جميع السيدات والجميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما الهام شانيل، دونك الفيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتخلص من الشعر الزائد. واخيرا ثم اخيرا جئتكم بها اليوم لانه كنتو كثر تطلبوها مني. فوصفه اليوم ان شاء الله تكون باش نتخلصوا من الشعر الزائد من اي منطقه كانت في الجسم ديالنا، سواء مناطق يعني الحساسه او المناطق مثل مثلا منطقه الساقين ولا اي منطقه اخرى في الجسم ديالنا. فغنتخلصوا من الشعر بواسطه هذه الوصفه السحريه اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، لانه دائما كتبغيو طرق جديده، حلول جديده. واليوم نقدمها لكم معجول الاسنان. كنت ديجا سابقا قدمتها لكم بمعجول الاسنان ونالت الاعجاب العديد من السيدات والحبيبات ايضا، فكنتمنى حتى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع الناس اللي كيهمهم الامر اكيد، واللي يعني باغين يعرفوا اكيد شي وصفه للتخلص من الشعر الزائد. دونك كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا يعني ان شاء الله تستافدوا منها اكيد اهم شيء. الان غادي نمشيو باش نمروا للمكونات ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال. وغنمشيو الاول مكون اللي غنحتاجوا ليه في هذه الوصفه هو معجون الاسنان السحري بلوتو، لانه هو يعني المكون الاساسي في هذه الوصفه. فغادي نحتاجوا الكونتيتي ديال تقريبا جوج المعالق كبار ديال المعجون الاسنان. هنا ما غنذكرش الاسم ديال معجون الاسنان لان معجون الاسنان كاينين اشكال وانواع، ودائما كنمشيو للمعجون الاسنان اللي كيكون مزيان، كتكون النوعيه ديالو مزيانه، الجوده ديالو مزيانه، الكاليتي ديالو مزيانه، فكيكونوا كل هاد الاشياء يعني مزيانين فيه، والثمن ديالو حتى هو كيكون مزيان. هنا خديته باللون الابيض، ما غنقولش لكم كما سبق لي وذكرت الاسم ديالو، ولكن الا مشيتوا المحلات التجاريه الكبرى فغتلقاو الكثير 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 من يعني المعجون ديال الاسنان اشكال وانواع. خذوا اللي يناسبكم على حسب، وحاولوا ديما تقراو لي زانفورماسيون ديالو كومسا يعني تشوفوه واش كيليق الاسنان الحساسه. فان كان كيليق الاسنان الحساسه فحتى وان استعملناه على البشره الحساسه فما غادي يدير لنا ان شاء الله والو. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه للكونتيتي اللي خديت هنا، خديت تقريبا جوج المعالق كبار ديال معجون الاسنان، لانه هو اللي كدور عليه الوصفه، هو المكون الرئيسي في هذه الوصفه اللي غيساعدنا على التخلص من الشعر في اي منطقه في الجسم ديالنا. بالنسبه لتاني مكون اللي هو سكر سنيده، ممكن تعويضه بالقهوه وايضا ممكن تعويضه بالكركم. يعني هنا عطيتكم جوج الاختيارات باش نيفيتي الكركم، لانه دائما كنستعمل لكم الكركم. قلت علاش لا ما نعملش سكر سنيده، لانه حتى هو مفيد جدا ويساعدنا على تقشير البشره او ميمطون وعلى التخلص من الخلايا الميته. دونك داكشي علاش غنستعملو. بالنسبه لسكر سنيده فخديت سكر سنيده الابيض، لانه كاينين جوج الانواع، كاين البني وكاين الابيض. البني ما كنصحش به، كنصح بهذا السكر السنيده الابيض. هذا اكيد متواجد في جميع البلدان وجميع يعني فين ما مشينا كنلقاوه بارتو. دونك هادشي اللي كاين. الان غادي نمشيو باش نمروا للمكون لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال، لان المكونات دزنا لهم في اول حاجه اكيد. دونك على بركه الله غادي ناخذ سكر سنيده، نحاول نحركه في الاناء ونخلطه مع معجون الاسنان، وناخذ الملعقه البلاستيكيه ديالي ونبدا كنخلط الكل. كما كتشاهدوا في الفيديو غادي نحاول نضيف داك سكر سنيده اللي بقى ليا في الاناء ديالي كما لاحظتوا، لانه سكر سنيده كيبقى لاصق وما كيبغيش يمشي بسهوله، يعني كيفاش يتخلط وميمطون كيبقى يعني في وسط الاناء
لاصق، لا هو ولا العسل ولا بزاف ديال المكونات اخرين. فالوصفه كتكون بهذا القوام، هذا قوام كريمي، ما خصوش يجي سائل بزاف وما يجيش قاصح بزاف، يعني القوام ديال الوصفه يكون كريمي. انا خصنا نخلطو مزيان لانه الوصفه كتبغي تكون خلطه مزيان باش داك المفعول يطلق ديالها مثلها مثل اي وصفه طبيعيه. اكيد الوصفه كتولي بهذا الشكل، هذا كما كتشاهدوا. دونك الوصفه بعد ما تصبح لكم بهذا القوام، هذا اللي هو قوام في المتوسط، كيف ما ممكن تعملوا قوام اللي هو شويه قاصح الا ضفتوا سكر سنيده بزياده، لان هنا انا حاولت ندير تعادل ما بين الكونتيتي ديال معجون الاسنان وما بين سكر سنيده. ولكن اكيد نتوما لبغيتوا الوصفه تكون القوام ديالها قاصح شويه، حاولوا تضيفوا سكر سنيده، يعني بواحد 3 المعالق مثلا مع 2 المعالق ديال يعني معجون الاسنان، كوم سا يعني تبقاو في الوصفه تجيكم شويه قاصحه. سينو الا بغيتوها سائله اكيد راكم عارفين غنزيدو معجون الاسنان اللي كيكون هو على شكل يعني كريمه، من بعد الا ذوبناه في حمام مريم غيولي لينا سائل. وكاينين اشكال وانواع، كاين اللي كيكون مخطط بلي كولور مثلا بلون الروج والبلون ولا لو فير والبلون، دونك كاينين بزاف الانواع كما سبق لي ذكرت في بدايه الفيديو. انتوما ملي تمشيو تختاروا معجون الاسنان اللي غتستعملوه في هذه الوصفه اللي تطبقوها على الجسم، حاولوا تاخذوا الجوده المزيانه، لانه تقدر تكون عندكم بشره حساسه وتهيج لكم او تسبب لكم حساسيه او حبوب. فداك الشيء علاش قلت لكم نحاولوا نقراو لي زانفورماسيون اللي كيكونوا في الباكاجينغ اللور، ونحاولوا ناخذوا الحاجه اللي مزيانه ودائما كنسمعوا عليها انها مزيان. دونك هذا الشيء اللي كاين، سينو ممكن تاخذوه من الصيدليه بالنسبه للسيدات اللي كيعانوا من حساسيه يعني كبيره بزاف في الجلد ديالهم، فممكن تاخذوه من الصيدليه، فهو موجود ايضا في الصيدليه يعني للاسنان الحساسه. دونك هذا الشيء اللي كاين. بعد ما تخلطوا الوصفه دابا غنمشيو باش نمروا لطريقه الاستعمال. دونك غادي تاخذوا يعني المنطقه المراد ازاله الشعر منها، تاخذوا يعني شويه من هذا البرودوي هذا، من بعد غادي تطبقوه على المنطقه اللي بغيتو تحيدو منها الشعر وتخليوه كينشف، يعني غدلكو المنطقه وتخليوها تنشف واحد المده ديال ربع ساعه، من وراها عاد غتجيو تفركو الوصفه يعني بعد ما تحسوا بداك معجون الاسنان البدع على الشعر وهو سكر سنيده، يعني البدو ما بقاوش كيبانوا نهائيا، وحتى فاش كتمسوهم كتلقاوهم ناشفين، من وراها عاد غتجيو تبداو تفركو عكس نمو الشعر، يعني تبداو تفركو ديك الوصفه على ديك المنطقه، وبعد ما غادي تفركوها غتحسوا بالشعر كيتستاير على معجون الاسنان وسكر سنيده، ومن ثم غتستافدوا من الوصفه لانه غتساعدكم على تقشير البصره. الا بغيتوا البياض ديال ديك المنطقه ممكن تلجؤوا لعصير الحامض، بالنسبه لعصير الحامض مفيد جدا لهاد المنطقه، فغادي تاخذوا واحد النسبة ديال معلقة صغيرة ديال عصير الحامض ولا 2 المعالق صغار ديال عصير الحامض، ضيفوهم للوصفة عاد طبقوها على المنطقة الحساسة باش تستافدوا حتى من التبييض، لأنه بزاف السيدات ما عندهمش يعني عندهم سميرار في دوك المناطق الحساسة. فأو ميم طون إلا حيدنا الشعر وبغينا نستافدوا حتى من التبييض ديال ديك المنطقة، يعني كما كنقولوا حنا نضربوا عصفورين بحجرة واحدة، يعني نحيدوا الشعر نستافدوا من التقشير ونستافدوا حتى من التبييض. انا ما استعملتش عصير الحامض لانه عارفه بزاف السيدات عندهم حساسيه منه، داكشي علاش ما استعملتوش، ولكن الا ما عندكمش حساسيه منه فحاولوا تستعملوا ملعقه صغيره فهي كافيه، ما نحاولوش نكثروا الكونتيتي اكثر لانه يقدر يسبب لينا حكه او حساسيه.
فنعملو غير معلقه صغيره. وهذا الشيء اللي كاين بخصوص هذه الوصفه. بالنسبه لهذه الوصفه كنصح بها مره واحده في الاسبوع باش نزولوا الشعر يعني، وما نبقاوش نعملوها عده مرات في الاسبوع، كم سنحافظوا على بشره الجسم ديالنا كامله، وايضا نستافدوا من اننا كما قلت لكم التقشير وازاله الشعر، وايضا تبييض المنطقه المراد ازاله الشعر منها. يعني نستافدوا من كل هذه الاشياء، ولكن ما نكثروش من الوصفه يعني، ما نبقاوش نستعملوا فيها يوميا، نستعملوها مره واحده في الاسبوع فهي كافيه. وهذا الشيء اللي كاين البنات بخصوص هذه الوصفه السحريه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش بارطاجيوها الى عجبتكم مع الاحباب والصديقات اللي كيهمهم الامر. ايضا ما تنساوش تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. جميع الروابط في صندوق الوصف ولا في الديسكريبشن بوكس ولا في الباغ دافو. شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله في لابروشين فيديو. خليت لكم الراحه والهنا، وبسلام عليكم حتى الفيديو جديد.